السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا حمام بلاطة 2560، تمام؟ بلاطة 2560 أسباني، طبعا شغالين بغراء بول وايت سانت، غراء المسابح. أولا احنا عزلنا الحمامات الأول، كان ده سيراميك، كان فيه سيراميك الأول راكب، ادانا له طبقة مادة ديت عبارة عن وشين علشان خاطر تدينا الخشونة اللي احنا شايفينها دي دلوقتي، تمام؟ اكنها الياسة تماما دلوقتي ما شاء الله. يعني ده سيراميك 2560، طبعا الشقة قديمة وبتتجدد. طبعا احنا هنا لما نيجي نشتغل زي ما احنا قلنا قبل كده المفروض بنأكس، ده السنتر بتاعنا هنا اهو، ده السنتر بتاع الحمام اللي هو المنتصف ده. اخدنا هنا تلتين بلاطه في الطرف وتلتين بلاطه هنا في الطرف وجت حبيتين في النص. لو احنا بدانا سليم، والمفترض انا هنا في الجنب ده بدات سليم 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 حبه حبه، في النهايه لو الحبه بيشال منها 4 سم 5 سم هنقول معقوله هتبقى شبه كبيره مفيش مشكله، انما مثلا وليكن جت في نهايه الجدار هيركب مثلا قصه هناك 5 سم 6 سم 7 سم 10 سم، جدا مش مناسبه لان البلاطه طولها 60. هتيجي تبص هتلاقي تركب قصه او حته غلاقه في الحمام 5 سم ولا 10 سم ولا 15 سم مش حلو. فالمعلم المفروض يأكس او الصنايعي المفروض يأكس الجنب ويشوف هنا هتيجي ايه وهنا هتيجي ايه والاوفر والافضل. اي نعم شغل التأكيس والتربيع ده بيبقى فيه تهدير شويه للبلاط، يعني هو بيبقى فيه تهدير شويه، يعني البلاطه ما يطلع منها تلتين نستخدمه والتلت بتاعها بيتركن، بنستخدمه في الحاجات البسيطه اللي زي كده اللي هي جنب الاحلب في الطرف الصغير والباقي بيترمي خلاص ملوش لازمه. فلو الحمام بياخد 30 متر بيزيد مترين مثلا عشان هتعمل الشغل ده. 0566981135